موضوع ذكرى محمد رجع على الساحة بشكل كبير بعد الثورة التونسية والثورة المصرية، عندك علم باللي قاعد يتقال ولا لا؟ أكيد أكيد قاعد نشوف، بون ما دخلتش فيه، ما قاعد نتبع في الأحداث. به يعني أنه الملف عند الرأي العام ما تسكرش، ملف ذكرى ما زال مفتوح. والله هم اللي محايرين الموضوع اللي فان شفتش يعني الرأي العام بلا. الإشكال الكبير هو أنه فما حتى شكوك أنه ذكرى لم تقتل على يد زوجها، وإنما قتلت بعد أن تورطت في غناء أغنية عن المحرمات المستباحة في مكة بعلم ملوكها وأمرائها، وكانت الغناية هذه معناتها هي الغناية اللي كانت سبب وراء قتلها بيد معناتها خارجية. هذي زاد انا اللي سمعته، بس الغنايه هذي عندها من التسعينات راهي هبطت، عليه توا تفكروها يعني. فهمت لوجيكمون الحاجات هذي تصير في التسعينات. يعني الغنايه كانت هابطه في التسعينات وتتباع سيغ سي دي وكاسيتات وما صار حتى شيء، علاش توا؟ عليه بعد 10 سنين ولا ما نعرفش قديه 13 سنه. لكن وداد فما كلام وقعت تصريح به من خلال عائلة الدالي، مثلا شقيقتك سيدة الدالي كتبت على الفيسبوك قاتل ذكرى لم يمت وهو حي يرزق، وعن الأدلة التي تثبت أنه زوجها لم يقتلها، وصار هناك تلاعب بالتحقيق لهنا أكثر من أنا ملومش على أخواتي، على خاطر أخواتي كانوا في تونس وقت اللي صارت الحادثة، دونك ينجموا كي يسمعوا من النات ومن الناس إيش قاعد يقولوا والتأليف اللي قاعد يصير ينجموا يصدقوا، عرفت حقهم اللي يفهموا. ما انا ما انا لا انا نقول لك لا، ما فماش الكلام هذا كله حكايه فارغه يعني في التحقيقات ما فما حتى شيء يتخبى، ما فما حتى شيء يعني تحسوا اشاعات وكهو. لكن شو نقول لك يعني. وداد الاشاعات هذه وقت اللي تاخذ حجم اخر، وقت اللي يصدر تصاريح كذلك متزامنه، لانه مثلا شقيقكم اللي هو توفيق كيف كان صرح انه معناتها صرح صراحه انه فما علاقه مقتل علاقه بتاع ذكرى بالنظام المصري وجمال مبارك، ومتهم هو رسميا بتورط وذلوعه في قتل ذكرى محمد. كيف بهي اربط هالي دخل جمال مبارك في قتل ذكرى على خاطر غنيت اغنيه هذيك؟ ما جبتوش حتى لا هو ولا النظام نتاعهم، يمكن حفاظا على مصالح السعوديه في مصر. لا ما نتصورش مش لهالدرجه يعني. شو مش لهالدرجه، اوكي فما ثورات وفما برشا حاجات صارت وفما اسرار طلعت، بس مش لهالدرجه. مش لهالدرجه صدقني والله. يعني حتى الـ وقع الكشف من قبل افراد العائله، ديما نبقى من قبل افراد العائله، انه فما مثلا تقارير الطب الشرعي ينجموا يشكوا، يقول لك احنا مش موجودين وما عشناش معاها في مصر وما نعرفوش ظروفها. ذكرى اول حاجه ما تعرفش جمال مبارك اصلا، ما عندهاش علاقه بيه يعني، ما تعرفوش لا من قريب ولا من بعيد، فشنية دخل هذا في هذا؟ فهمت ولو شيك ما دخل جمال مبارك في مقتل ذكرى يعني. وانا نزيد نحكي انه كذلك حتى استندوا الى تقارير الطب الشرعي اللي ما كانتش مطابقه للحقائق، قالوا انه ايمن الذهبي وقت اللي في تقرير الطبيب الشرعي كان مخمور وقت قتل ذكرى، قالوا تاكدوا معناتها انه ايمن الذهبي عنده مشكله صحيه ما ينجمش يكون مخمور، وهذه مش ذهبي سامحني ايمن السويدي سامحني، وقال انه في التقرير الطبيب الشرعي انه مات برصاصه واحده في الفم، بينما كشفوا انه فما اكثر من رصاصه كانت. شكون يكشف؟ هذا حسب تصريحات توفيق الدليل هو شقيقك واللي صار بيه. انا اقول لك ما فماش الكلام هذا، وعندي التقرير الكامل ما خذته من التحقيقات. هل يمكن كرتوشه واحده في فمه وكهو؟ هل يمكن ان يكون التقرير اللي عندك ماهوش تقرير دقيق جدا او وقع التلاعب به؟ لا دقيق، لا مش لهالدرجه، عليه التلاعب فيه. يعني هي حادثه عائليه صارت، اوكي اختي مشهوره وكل ينجم يطلع عليها كلام برشا كلام، ما نتصورش لهالدرجه انه تدخل فيها حكومات لا مش لهالدرجه. انت بصراحه ما نتصورش انه وداد انت اقرب واحده الذكرى وحتى كنت موجوده معاها معناتها قريبا جدا في مصر، انت معناتها لو كنت تحاول تلقى تفسير لهالكلام اللي قاعد يخرج خاصه من قبل افراد العائله. الغنيه هي الغنيه بركه
الأغنية خرجت وتشهرت أكثر وناس حلتها وقعدوا يفكروا فطلعوا منها الحكاية هذية. صدقني ما فماش حاجة أخرى، حتى لو هو أخويا يقول عنده دلائل، ما عنده حتى فين الدلائل، لأن أنا ما راها زاد. يعني هل هذا يؤكد أنه ما بين عائلة الدالي ليس هناك اتفاق حول طريقة يعني تتبع ونظر في قضية ذكرى محمد؟ لا تنجم تقول مش اتفاق. هما هاني قلت لك، انا فسرتها لك من الاول، هما الحادثه وقعت وهما في هوني في تونس، فينجموا يتخيلوا اي شيء اخر. بالنسبة وانا قاعده نحاول نقنع فيهم باي طريقه، يعني انه ما فماش الكلام هذا. شو اذا نقول لك انا ما نحب نظلم حد، يعني ما نحبش نكبر موضوع وهو مش حجمه، ما نعطيش أكبر من حجمه، فهمت؟ حتى لو هو قضية أختي، يعني كم الواحد يكون واقعي شوية. معك. بعد وفاة المرحومة ذكرى محمد، هل حقوقها المادية الكل خذيتها مع شركة روتانا، خاصة وأنه فما ديوات؟ شو روتانا ما عندهاش حقوق، راهي يقول الكونترات ويتهم، يقول لك تاخذ فلوسك مثلا، تاخذ تعمل كونترا انتاج البوم، تاخذ مثلا تحدد انت الالبوم نتاعك قد ايه الانتاج نتاعو، يعطيك فلوسه ويعطيك فلوس ليك انت كمطرب، اما ما فماش حقوق نسبه في المبيعات ديما يخرجوك من اي حقوق ليك فيهم، يعطيوك فلوسك نتاع الانتاج ونتاع حقوقك انت كصوت. وما فماش حاجه اخرى، هذايا الكونترا اللي يعملوا فيه الفنانين الكل. واضح. حاجة أخرى ماذا بيا هذه أخيرة، بالنسبة ما كتبته الصحافة أنه بعد 20 شهر لما فتحت شق الذكرى، أصوات غريبة، أحجار تتطاير، شبابك تتحل، شقة مسكونة. قالوها عندهم برشا هذا يا راه. أي هذا صحيح ولا شو ما تنجمش تقول صحيح وما تنجمش تقول غلط، خاطر تكذب من برشا ناس. أنا نعرف ناس ساكنين في نفس العمارة، ما فماش الكلام هذا، وعندي صديقة لينا أصلا ساكنة في نفس العمارة، ما فماش الكلام هذايا، وكله حكايات فارغة وكذب. أنت تعرف يعني الناس كيفاش يبداو يزيدوا الإشاعات أنا نعرف ناس ساكنة في العمارة، ما فماش الكلام هذايا الكل، اللي وكذبت قبل على فكرة. اللي نجم نأكدوه وداد أنه لا يوجد عند عائلة ذكرى محمد نية في إعادة فتح ملف ذكرى محمد، وإنما مقتنعة بأنه اللي صار هو اللي صار، والكلمة قالت من قبل قضاة التحقيق وملف التحقيق. أنا نتكلم عن شخصي، أنا متأكدة 1000% إنه الموضوع هذايا تخلق وحدي وكهو إشاعات. إشاعات. ما فماش منه. نعم. صدقني. نعم، صادقة. نتمنى إن الناس اللي يحبوها يقتنعوا بهذايا، أنا نعرف حتى ضيفان عندي اتصالات بيهم، تحسهم متحمسين بطريقة غريبة، يعني إنهم متأكدين. شنو الدليل؟ ما عندهم حتى دليل، ما عنده إحساس يقول له، فهمت؟ حب فيها، مش عارفة بالضبط شنية. نعم نعم، يعني مش هما باش يحبوها أكثر مني بصراحة، يعني أنا لو كان عندي أي 1% شك في الموضوع كنت أنا عملت الموضوع هذا. واضح. ما عندي حتى ولا 1% شك. والمقربين من ذكر أختي كل مستغربين راهم الحكاية هذه. واضح. دونك وداد الدالي شقيقة الفنانة التونسية المرحومة ذكرى محمد، يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وشكرا لك على توضيحاتك كله، سامحنا قلقناك. يعيشك، عايشك، بارك الله فيك. نسمع ذكرى.